المهم كيف ديما قبل ما نبدا الفيديو، تحيه لسميره اللي جربت الكيكه اللي خدرت معكم مؤخرا بصوص الشوكولا، حتى هي دارت فيها الفانيل ديال امينيم من الفوق. كنقولك شكرا لك بزاف على البارطاج، وبصحتك وراحتك الكيكه اختي. وتحيه لهاد الاخت الجزائريه اللي جربت لا تارت رافايلو، تبارك الله عليها. انا عجبني المنظر ديالها، جات منظرها احسن من ديالي جدا جدا مع دوك رقائق اللوز. الاخت الجزائريه، تحية لنا الجزائر خواتاتي، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وحبكم، وزعما الله يغطيكم علينا، راكم مكبرين بينا وصافي. وبصحتك اختي لاطارت، جات غزالة. صباح الخير عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. مغنية صباحة الغنى سعداسة، كتصبح نشيطة جدا. المهم دابا راه 8:15. المهم اول حاجه هاد الفيديو تحطر بعض الخواتاتي، قالوا لي ديري لنا روتين نور من الصباح حتى العشيه. المهم كيف كتشوفوا نور، بعد خطرات كتفطر بعد خطرات ما كتفطرش. اليوم ما فطرات، شربات غير كاس ديال الحليب، ودابا غاده مع الحضانه راه لابسه حويجاتها. بزاف الاخوات نبوني باش نبينش بنتي، مي بحثت وقلبت بصح اليوتيوب ديال هاد القانون، وانا ما فراسيش، راه بزاف اليوتيوبرز ما فراسهمش البنات. المهم اللي فراسها راها نطبقه، واللي ما فراسهاش راه دوك يطبقوا فيه. بحال دابا انا ما كانش فراسي نهائيا، بزاف بزاف. المهم قلبت وبحال لقيت بصح ما خصناش نبينوا الوليدات قل من 5 سنين، لان يقدروا يكبروا، ما باغينش يبانوا، ما باغينش الشهره، ما باغينش الكاميرا، ما باغينش يبانوا للناس. هادو يوتيوب طبقها وصافي، هادشي اللي كاين. ودابا انا بنتي ما بقيتش انا غادي نبينها، حنا دابا غادي خارجين. الجو كدير، المهم راه قالوا من اليوم غيدير الجو زوين. لا تاع مرجيلاتك ماما. ايوا صافي حنا غادي نخرجوا دابا، كاين شويه دابا حيت الصباح كيكون البرد. مالك مالك تكوانس. المهم حنا غادي نديها دابا الحضانه. سريوتات ايوا يلا ها البنات غادي نديها الحضانه، وهانتم غدوزوا معايا النهار هذا. قال لكم بزاف الناس ورينا روتين نور من الصباح حتى العشيه، وانا غادي نبدا لكم دابا من 8 الصباح شنو غادا دير. وبطبيعه الحال غادي نوريكم اشنو كندير معاها، وشنو كتاكل، وشنو كتشرب، وهادشي اللي كاين. جواب البنات اللي تيقولوا كنعطي بنتي على الفريت ما كنوكلهاش، وها قولوا لي البنات، ها قولوا لي يا عباد الله. ويلي غديدي، واش دابا انتي هي اللي كتبتي تعليق كتخافي على بنتي اكثر ما اولا كتخافي على اي راه كنشوفكم كاش كتكتبوا اليوتيوبرز الاخرين، شحال واحد كتقول ويلي خليتي بنتك كتبكي، ويلي على زعما زعما هذيك اليوتيوبر اولا هذيك الام انتي كتخافي عليها على بنتك اكثر منها. كونوا واقعين واحد شويه. المهم نهار كنت في ايكيا قلت لكم نور كلات مزيان، نور دومونديت ليها الفريت حيت غتشوف عندنا الفريت وغتبغيه، دومونديت لها الفريت، وانا ما كناكلش بنات بغوكلي، وقولي ما كناكلوش انايا. عرفت راسو غادي يجي، عرفت راسي غادي يجيني مع سميتو، ما كاينلاش نبقاو نكثروا علينا في الطباصل، عرفتو غادي يجيني مع البلا ديالي وكلتو له هي. ومن من 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 الجميل جدا ما كلاتش الفريت، ما بغاتوش، كلات بغوكلي بوحدو، لا ديالي ولا ديال بابا. اوكي وذوقناها من الحوت، راه ما يمكنش انا غادي نجيب بلا ديال ماكلتي وما نذوقش بنتي. ويلي لا انا مال هادي جايبها من الزنقه، هادي راه 9 شهور وانا محن عليها ويومين وانا مضاربه باش نخرجها من الكرشي في السبيطار، ونجي انا وناكل حاجه مزيانه ونخلي بنتي. راه ما يمكنش البنات التعليق بلا ما تبقاو تكتبوا حتى شي ام، وما تقولهاش حتى لختك ولا مرت خوك ولا هذه، تقولي لها يا ويلي تم خلي ولدك هكا. لا دابا هي ما تفكرش الولده ولا بنتها، اي ام كتخاف على بنتها، واي ام كترعى بنتها، واي ام كتهلف بنتها. البنات رساله رساله لهاك الاخوات اللي كيبقاو يجرحوا الامهات. انا راه نهار طحت بنتي جرحوني بزاف من العائله، اش قالوا لي؟ كون حضيتيها. دابا هما خافوا عليها اكثر مني، انا راه طحت ونطت عليها. كون ح...
حضيتيها كنتيش حاضياها كون حضيتيها ما غاديش ويلي لكون حضيتيها الا دابا الوليدات كيتحضوا الا دابا انا نهار مشيت هاد المغرب ربطتها ما خليتهاش تلعب مسكينه في خاطرها صافي هي مسكينه تقلقات حيت ما طلقتهاش راعياها بزاف وغاد هنا نتابع غاد هنا سبعة عيط لي راجلي قال لي خلي الدريه تلعب قلت لي ولد كون جي ثاني وبداو عليا وما حضيتيهاش وشو شطر عليها طلقي البنت قال لي مي كديها قال لي للحضانه غدا هاد هادوك اللي في الحضانه غيحضوها اكثر منك راه ما يمكنش قال لي سناء طلق واه غنمشيو حداه راه ما يمكنش سناء قال لي غيراعيوها اكثر منك غنشوفوا ايند غنشوفوا البطه ايند غنشوفوه ايند صافي قال لي طلقي الدريه تلعب عاد طلقتها مسكينه تلعب مع الدراري قال لي قدر الله ما شاء فعل وربي لا قدر عليك شي حاجه ما عندكش من الشرب وغتكوني شاده في يدك وفعلا نهار طاحت على الطابلو تحلت لها الجبهه راه حدايا حدايا جايه كتجري عكلتها رجليها الزربيه ودخلت في الطبله المهم كثرت عليكم الهضره بزاف انا غير ميساج للاخوات اللي تيقولوا لي عطيتي لبنتك الفريت ماشي صحيه ولا هذه راه اي ام غتكون شاده في يديها شي حاجه كتاكلها غتذوق بنتها واخا تكون بنتها يلاه واكله والله يخلي لكل امهات لوليداتهم واللي ما عندهاش وليدات الله يرزقها في هذا الشهر الكريم وهذا الشيء اللي كاين ويلا نتلاقى معكم من بعد البنات حطيت نور في الحضانه هي هذه الحضانه وقلعه هي تكون بركه هنايا هنايا ظاهري كيبان الفليلات المهم انا غادا دابا للدار هاد الوقيته ما كندير والو كنمشي غير كنجلس كنشرب ليا قهيوه ومن بعد شي شويه حتى لديك العشرة ونتعاد كنوض نبدا نوجد ليها في الغديوه ديالها وان شاء الله نشارك معكم اشنو غادي ندير ليها في الغدا ان شاء الله غنشارك معكم كل شيء بالنسبه للاخوات اللي كيقول لي شنو كتوجدي النور هذه كان وليدات اللي عندهم عامين والفوق هذه يقدروا تبدا يديريها اليوم في الاكل وهذاك الشيء المهم اي حاجه وجدتها انتما معايا يا اختي يا اختي يا اختي واحد واحد السيده خدامه تما كتخلينيش نخلي المشايه نهائيا وانا راه عندي الطريق بزاف هانتوما حسبوا هذه حتى الاخر حتى الاخر ونضرب واحد الطوالات هاني حتى الاخر ونعاود عندي ثلاثه طوالات عاد نوصل للدار يعني ما يمكنش نجيب نور على رجيلاتها غدا تعيا المهم كيكون جوج وين كتمشي على رجليها ولكن مي كتعيا كتقول حطيني عييت صافي ما كتخلينيش نخلي كراسه كتقولي الا جيتي تي تخليها وواحده اخرى تخليها وواحده اخرى تخليها راه غيولي عندي هنا باركين صافي كنجيبها معايا صافي هادشي اللي كاين يلا صافي قبل ما نمشي نجيبها ضروري خصني انا نوجد لها الغديوه ديالك غادي ندير لها صراحه الدجاج بالرز وجيت حتى طيبت الدجاج ومشيت تنقلب لقيت الرز تال عليا صافي غندير لها الدجاج بالمقارونيه كنقطعوها هكا قطع صغيره وغادي نشد حتى البصله غادي نقطعها حتى مربعات صغيره كنقطع لها الدجاج الصغير كنعرف من الوليدات من الاحسن تقطعوه لهم صغير كيسهل عليهم في الاكل المهم نقطع البصله حتى هي مربعات صغيره صافي فواحد الجميله غادي ناخذ البصله مع شويه الزيت والدجاج وغادي نقليهم واحد شويه غير بوحدهم بلا عطريه بلا والو وصافي هنايا غادي نزيد ندير التوابل غادي ندير غير الملحه والبزار وشويه الثومه باش تنسم هكا الثومه كتعطي واحد النسمه زوينه غندير غير الثومه بودره صافي ملحه وبزار والثومه واللي بغى يزيد الريحان يزيدو شي اعشاب منسمه ما متوفرينش عندي دابا غادي نخرج نمشي نجيب نور من الحضانه باش نجيبها تنجيبها ونوريكم اشنو كندير ليها ملي كتجي وصافي نتلاقاو من بعد دابا دخلنا للدار اول حاجه كندير ليها هي كنبدل ليها حويجات ونغسل ليها يدها لا ماما لا ما توصليش لهاد الشيء لا غادي برودوي لا المهم البنات من بعد ما دخلنا للدار اول حاجه كنديرها هي كنغسل ليها رجيلاتها ووجهها بهذا
وكنغسل لها ايديداتها بهذا، تلبسها بيجامتها، عاد غادي نعطيها التغدى. دي اول حاجه كنديرها لها، وهي نغسل لها حالتها كامله. راك عارفين كانت مدرسه، الطباشير عامره به، كل شيء عامره به. يلا المهم البنات، حطيت ليها دابا التغدى. زوين ها، زوين ها، زوينه. يلا كولي. المهم حطيت لها التغدى، التغدى وديك الساعه يا اما كنخليها طلعت ناس، اما كنخليها تلعب مره مره. المهم البنات كلاتها، هو اللي بقى من طبصيلها، هادشي هو اللي بقى من الطبصيل ديالها. بغات الخيار، ها هو عطيته ليها تاكلو. لا بالفرشيطه. يلا صافي البنات، انا دائما كنحيد عليا العشاء بكري، ما كان حيت حنا كنتعشاو مع الخمسه، كنحاول نحيدو عليا بكري حتى هو الصباح كنديرو. غادي ندير غير الطاجين ديال البطاطا مطيشه والكفته والزيتون، هادشي اللي غادي ندير بالنسبه للعشاء. وفي العشاء البنات نور كتعشى معانا، يعني ما كنديرش لها شي حاجه ابارت. في الغداء اللي كندير لها شي حاجه، حيت انا ما كنتغداش قليل، فين كنتغدى البنات؟ البنات اللي تيقول لي كيفاش كتحافظي على الفورمه ديالك، انا ما كنتغداش البنات، وكنتعشى بكري مع الخمسه، وقيلا شي هو اللي بقى ليا الفورمه ديالي. المهم البنات صافي، من بعد ما صافي كنتغداو كلشي، كتصافي كدوز تلعب. ها هما اللعاب ديالها هنايا، كدوز تلعب واحد الشويه وكدور الدور وتلعب. انا دابا غادي نمشي نوجد العشاء كنحيدو عليا، باش هكا الا نعسات وفاقت تلقى واحد الوقت فين نبرك معاها ولعب معاها شويه. غادي ندوز ندير توابل الكفته، غادي ندير لها العطريه ديالها. صافي من شعلت الطاجين، نقصت عليه حتى لحد يطيب على خاطرو. هاد الوقيته راه يلاه الوحده، هاد الوقيته غادي نطلع الفوق، عندي شي حوايج خاصني نرجعهم. المهم نور كطلع معايا باش كتلعب في بيتها، هي راه كتفرح ملي كنقولها واش نطلعوا الفوق، قالت لي يلاه. صافي هي طالعه الراس، تعلمات طلع الراس، ولكن الهبطه مره كتهبط مره كتخاف، الا عقلت تهبط كتهبط باركه زالقه. صافي حنا غادي دابا نطلعوا الفوق باش هي تلعب بيتها، وانا نرجع الحوايج ديالي. ها انتما كتشوفوا مره كنلعب معاها، مره كنمشي نشقى. المهم لعاد الوليدات راكم عارفين، شويه مع الوليدات وشويه مع الشقه ديال الطالي ما تيساليش. ايوا رونات البيت البارح وما جمعتوش لا في الليل، وهانتو كتشوفوا دابا الحويجات اللي خاصني نرجعهم، بحال حيدتهم دابا من النشير. هيا البنات ديما هي واحلة مع هاد المونيكا، كتبغي تخشي لها السكاسة وما كتبغيش تدخل لها، كتقول ليها كيخشي لي. او طارت اند. المهم البنات هنايا طلعت للزول ده الفوق شنور. هذه المشايه ديال عرفتي الزول ده البنات، مقربل غنوريكم الغرس. ها هو الغرس البنات، ها انتما هو بدا كينوض، ما بغيناش نخرجوا الجل كاع كيشام. هذه هي الجلبانه، والله ما عرفت شنو هذا الشيء اللي غرس هنايا. عاونتو ولكن والله ما ديت راسنا اشنو كنخشيو، ولكن هو عارف
عارف كل حاجه. لكن بعد اللعاب ديال النور نطلعهم لهنا بحال هكا، اللي طلعت هنا تطلع معايا كتلقى فاش تلاها. ايوا دابا انا طلعت باش ننشر. ايوا شويه معاه وشويه مع 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 الشقه هذا، هي هادو مال الوليدات اللي عندها الوليدات. كتقولوا قالت لي واحد البنت شنو كديري مع نور؟ انا ولادي هلكون يا البنات، شويه الوليدات شويه الشقه شويه راسك وهادشي اللي كاين. غير انا كطلع نور بكري مع هذيك 8، كطلع مع هذيك 8 صافي. كان ديك الساعه كنحاول انا نرتاح وندافع راسي ياك نور. شنو يلا لعبي خليني نصب انا شي حوايج. المهم بنات هنايا دورت انا لا ماشين، وانا ونور في الزولدر هنايا كنسد عليا على حساب هاد البلاصه ما فيهاش الباب، كنسد وراها هي حدايا كتمشي تلعب هنا وتلعب هنا. المهم هيا معايا. الطاجي بدا كيطيب، دابا حليت عليه باش غادي يروكح واحد شويه، وغادي ندوز هنايا غندير لي واحد القهيوه وغنصايب ليا خبيز نتغدى. المهم البنات دز دابا غادي نتغدى غدا ديال ولاد الشعب. شنو درت فيه؟ داكشي اللي طيبت العشاء خديت منه دابا ودرت، حيت راه طاب طاجين درته في باريزيان هكا. غادي ندوز نتغدى، نور باقا كتغني كتنعس راسها براسها. وصافي غادي ندوز نتغدى، وديك الساعه نوض نكمل الاشغال ديالي وتدفيق نور ورجع معكم. المهم البنات هاد الوقيته راه نور فاقت، كنعطيها تفرج من دابا حتى الخمسه هكا، خمسه ونص كنعطيها تفرج. صافي البنات مي كبرات ولات كتعرف تلعب راسها، ما كتعول على حتى شي واحد اللي يلعب معاه، وهذا بديت كنقص ليها شويه التلفازه كنعطيها لا من العشيه للعشيه، ومع دابا المدرسه وهذا مابقاش كتشدها نهار كامل. ملي كتفيق من النعاس ما كنعطيها والو، كنعطيها والو. راه شتو انا نعسات اليوم معطله، ما نعسات حتى ثلاثه هكاك، نعسات ودابا الربعه نعسات واحد ساعه المكانه. مي كتنوض ما كنعطيها والو، لان حنا مع الخمسه راه كنتعشاو صافي. مازال فقط مع ديك الجوج كنعطيها هكا ديسير ولا عصير، مي ما كنعطيهاش تاكل من الغدا حتى العشاء صافي. دابا انا كن يلاه كنوجد دابا في الشلاضه غادي نتعشاو، ومهم صافي الشلاضه ورجع معاك. المهم البنات دابا من بعد ما ساليت كنجي نبرك انا وياها، كنبداو نلونو نلونو هاد البار، نديرو فيها الالوان زوينه. باو بالا يلا ديري انتيا، باقي ما كتعرفش تلون هاك مع السطر. المهم كنبقى لاهفه بان لونو البال حنايا فريز فريز قري هذا. يلا ديري انتيا دابا انتيا نور، يلا ديري تيكلو، يلا ديري بلاو. لا هذا ماشي بلاو، هذا خضر خرون شتي. المهم البنات البنات اللي كيسولوني امتى بدات كتهضر نور، انا نقول لكم امتى بالضبط قنيت عليها بدات بعدا كتفهم ماشي حتى كتهضر. عامين انا بنتي شويه معطله. عامين بدات كتفهم. المهم صافي راه ما بقاش هنا اوب ها اوب خاويه. بدات عامين كتفهمني، عامين ونص بدات كتهضر، كتهضر يعني كتنطق كلمات مقادين. ديري انت نور ديري هاك يلا ديري هاديك. حسن جدا، ديما ديما قولوا لهم نتوما مزيانين، نتوما كتعرفوا ديروا هادشي مزيان، ديما طلعوا لهم المعنويات. عمرك ما تحقري ولدك واخا يكون دار شي حاجه خايبه، قولي ليه مزيان ولكن ما ديرهاش مره اخرى، دير هكا ودير هكا. مهم كدي تهضري معاها كتلعبي معاها هكا، الوليدات كيبداو يهضروا. الغلط كبير الخواتات اللي تيقولوا راه ما جاتش كتهضر حيت ما كتهضريش معاها. لا راه كاين اللي عنده خو كيلعب معاه وما تيهضرش. انا خويا كنت كنلعب انا وياه، وكاينه سهام كاينه لبنى كاينه انا، وما دوى على 4 سنين حنا كاملين كنطرطرو حداه، هو ما طلقش لسانه دغيا. لي دمو ثقيل دمو ثقيل وغيهضر يهضر. امتى تخافي على ولدك مي فوت 4 سنين ما يكونش كيهضر؟ هذاك تخافي عليه كتمشي كتعالجيه وشوفي علاش ما كيهضرش.
فهمتوا البنات؟ نور دابا اللي سولتني قالت لي واش كتسخر ليك، قالت ليها قالت لي انا كنسخر بنتي ما كتعرفش تجيب بزاف الحاجات، واش نور كتسخر؟ نور غتسخر اشنو غدي؟ غتجيب لي مثلا الالوان شي حاجه ديالها، مش غتجيب لي طبسيل ولا كاس من الكوزينه، اصلا هي ما عارفهمش فين كاينين، فهمتوا؟ كتسخر جيب لي رضعتها ولا دير رضعتها ولا تجي نقول لها اجي تشربي تجي دي كاس هاد الشروب. شنو تاني تدير؟ نقول لها صافي يلا نطلعوا غادي تنعسي، صافي هي الاولى كتسبقني تطلع في الدروش حيت تعلمت تطلع ونزول، مره كتعقل مره كتنسى كيفاش تنزل كتخاف، الا عقلات كتهبط لا جالسه كتهبط زارقه جالسه هكا كيفاش نور تعلم. اوبس نديروا هذا هنا. شنو تاني الاسئله اللي جاوني على نور؟ كتفهمني دابا مزيان، كتفهمني مزيان. مثلا بغات تاكل تقول اشنو بغات، تقول لك مثلا ياك هاي علاش كتبغيها ماما كوكي زعما بيمو، يا باغا بيمو باغا ما نقولوش بالهولندي باغا عي بيمو باغا عير البنان باغا عير العصير صب، تقولك صب. سمعوا الغنى سمعوا الغنى زعما راه كنغني يا مطربه نوت اللونو هذا بالصفر. صافي كنبقى نتلاها معاه هكا، ولكن غير مان هذا قمار هلال هلال. صافي البنات كنبقى انا بحال هكا معاها من الصباح حتى لستة العشيه. صديق فين نصورو حتى هاي هاي لونه لونه انا راني لونه انا يا عزيز لا تشوفني كنلون وهي زلا عاد خربق راه داش الاوراق مخربقاهم محتفظه لها بهم باش ملي تقول نقول لها شوفي روينه اللي كنتي كديري يلاه انت هكا زوين ياك موي زوينه نور. شنو تاني الاسئله اللي جاوني على نور؟ شنو هما شنو هما شنو هما كضحكي عليا اريان شوف هذا مارس ما بقيتش عاقلاش. المهم الا عندكم شي اسئله خليوها لي في التعال. كيف قلت لكم انا كنبقى معاها من الصباح حتى الستة العشيه، من ورا الستة العشيه صافي ديك الساعه ديك ساعتين من 6 حتى 8 مع باباها تا هو كيعطيها وقتو نهار كل يوم وحشاه نهار كل يوم وحشاه كتبغي تجمع هي وياه صافي تتوصل ديك 7 ونص كنطلعت ماشي ديما كندوش ليها مره كندوش ليها صافي وكنديها تنعس غير من الدوش للناس كنشف لها شعرها بالسوشوار. ديري انتيا ديري انتيا بركة من السطح ديري لوني لوني معايا نور لوني معايا ديري كلوره كلوره بوب 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 هادي هاهي والله هيلا يشبه لي يشبه ليها. صافي دابا راه العشاء كيسخن حيت ما بقى والو يدخل يشان بر 5 قد قد فوخر فين هو صو يلا ديري لي كلوري زو زو كتفهم العربيه والله الا امك ما مشيتي تجلسي نورا غنجيلك عند امك كتفهم كتخاف. صافي البنات هادشي اللي كاين بوت بوت ماشي بوت هذا صافي هادشي اللي كاين البنات وانا معاها دابا كنبقاو نلونو اولا كنجيب لها الحروف نبقاو نلعبو بهم. الوليدات كيهضروا مع اللعب. نور كنت كنعطيها التلفازه بزاف ولكن نقصتها ليها نقصتها لها دي شحال قليل فين كنشعلها لها ولكن مشعله لها حتى هي مابقاتش كديها فهي راه شاعله وهي وبنتي راه كدور في الصالون وكتلعب شاعله وصافي باش وقت اللي رشقت لها كتجلس تشوف فيها وصافي هادشي اللي كاين. ايوا صافي لا ما ديريش فمك نقلب مك. ايوا صافي حنا مقصرين هنايا شحال ما لونت تا ولات نور عاد وليت نلون كرايس كرايس خوتو مشيتي تعلميني خوتي يان صب صب. المهم دابا غنبقى نلعب انا وياها تيدخل هشام ونحطو العشاء ان شاء الله. جا وقت العشاء البنات غادي ندوزو نتعشاو. نور حطيت لها غير الخيار في الطوسيل حيت ما كتبغيش المطيشه والبصله حطيت لها غير الخيار تاكلو. وبالنسبه للمريقه راه غادي نعطيها انا بايد. المهم البنات حنا دابا جينا غنتقداو بعدا غندير لكم فيديو خاص فيه التقديه ديال هذا الاسبوع ان شاء الله وهانتوما معايا. حنا تقدينا وجينا نور راه هي كتلعب في الجريده الجو زوين
قلت لها يلا سيري خليني نرد تقضي على خاطري تنرد تقضي وغادي ديك الساعه ندوش ليها باش طلعت ناس. هادشي اللي كان بنات. دابا نور غادي تدخل دابا تدوش. المهم هادو المنتجات اللي كنغسل ليها بهم غادي نعومها وصافي وغادي تمشي تنعس راه الصنص دابا. بنات هي دوشت ليها نشفت لها شويه شعرها بالسشوار دابا غنديها تنعس صافي صافي سدينا ليها الريدو غادي صافي غادي تدوس تنعس دابا. هادشي اللي كان.